وقاية، أحسن وقاية اللي نقدروا نتكلموا عليها هي غاردي مسافة الأمان. أنا دائما كنقولها للمرضى، خص تكون دائما عندنا واحد مسافة الأمان مع الظروف ومع نعم. الناس ولا ديسوسياسيون. ما معنى؟ يعني كنفرقوا بين الحياة الشخصية الحياة البروفيسيونيل، ما نجمعوش كل شيء في مجموعة واحدة، في سلة باش واحدة كيكون تماما. كناخدو كل حاجة في بلاصتها، باش صحيح. كناخدو لا باغ دي شوز. مثلا عندي مشاكل الله يحسن العون، مثلا عندنا مشكل شخصي ولا عائلي، إذا ديناه اكسترابوليناه لهذا المهنة ديالنا ولا الظروف ديال الخدمة ديالنا، راه غنعمموه وغنوليو عاوتاني نديوه لظروف في دوطخ كونتكست، غادي نردو حياتنا كلها كتفكرنا في ديك القلق. دونك ديجا إذا درنا لا باغ دي شوز، خلينا كل حاجة في بلاصتها، نعم، راه غادي نوفر على راسنا واحد، نعمموا هذا القلق. ومسافة الأمان، ضروري الإنسان يكون دائما عنده مسافة الأمان مع الناس في القرارات ديالو، في حياته الشخصية، في الأمور ديالو، لأن أون جينيرال كنلاحظوا الناس اللي كيركب عليهم هذا المشكل القلق هما ناس اللي عاشوا واحد نوع الصدمة من تصرفات الغير، اللي نتيجة لواحد ثقة زايدة في الغير.